بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. في المحاضرة دي إحنا هنتكلم عن الجوينز. الجوينز هي عبارة عن تكنيك يمكن استخدامه للجمع بين أكثر من ناتج من أكثر من جدول، لكن هنا يوجد عامل مشترك بين هذه الجداول. الجوينز وسيلة مهمة جدا إحنا هنشوفها مع بعض كتير وإحنا شغالين، خاصة في البروجكت، لأنها بتوفر علينا حاجات كتير جدا، وحقيقة هي تستخدم كثيرا. لكن انت هتشوف ده فعلا لما تتجه الى الشق العملي، لما نربط PHP MySQL ونبدأ ناخد داتا من المستخدم ونحطها في قواعد البيانات ونسترجعها مرة اخرى، ونبدأ ان احنا نشوف عملية الاسترجاع دي هنستخدم فيها الجوينز ازاي. في عندنا اكتر من نوع من انواع الـ SQL joins. في عندنا الانر جوين والليفت جوين والرايت جوين والاوتر جوين والفول اوتر جوين والكروس، لكن في الغالب احنا هنتكلم عن ثلاثه هم امبلمنتد او منفذين فعلا في ماي اس كيو ال، وهم الانر جوين والليفت جوين والرايت جوين. تعال نروح مع بعض الماي اس كيو ال ونشوف ازاي هنطبق الجوينز في ماي اس كيو ال. تعال نعمل شو للداتابيزز. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا مع بعض كده مثلا نعمل نشوف كده تيست دي drop database tests create database tests character set UTF-8 collation بتاعي UTF-8 general CI. لو انا هستخدم دلوقتي تيست database معاكم، هعمل تيبل ونفترض للستودنتس الطلبه بتوعي، وتيبل تاني للكورسز اللي المفروض الستودنتس دول هياخدوها. فلنفترض انه انا عندي قاعده بيانات بتحتوي على جدولين، جدول للطلبه وكل طالب بياخد كورس واحد فقط او مشترك الان في كورس واحد فقط، وجدول للكورسز دي. تعال نشوف مع بعض هنعمل كده ازاي. هقول مثلا انا عندي تيبل اسمه ستودنتس. Students دول مكون مثلا من ID integer unsigned not null primary key auto increment بالمنظر ده كده. تعال نرجع مع بعض ال unsigned، لان signed انا متاكد انها هتبقى غلط اهي. ونحط مثلا النيم فيرتشر من 40 حرف مثلا not null، ونحط مثلا الكورس ID، والكورس اي دي ده هيبقى عباره عن integer unsigned not null بالشكل ده كده. يعني انا كده عندي لو عملت show للتيبلز جدول اسمه students، ولو عملنا له describe هيقول لنا عندي id وname وكورس id، لان انا عايز id بتاع الطالب واسمه والكورس اللي هو مشترك فيه حاليا. فبالتالي انا هروح اعمل معاكم دلوقتي كده تيبل اسمه courses، وكورسز ده هيبقى عبارة عن ID integer unsigned not null primary key auto increment، وهنعمل مع بعض النيم بتاع الكورس او التايتل بتاعه عبارة عن varchar ونفترض من 100 حرف not null. نشوف مع بعض هنا auto increment increment بالمنظر ده كده. احنا عندنا كام تيبل يا جماعة؟ 2 show tables courses و students. دلوقتي انا بقى هعمل عملية تغذية للجداول دي، وهشوف ازاي هقدر ان انا اعمل دمج للمعلومات. لانه في الغالب انت لما بتستخدم اليونيونز انت بتعمل اتحادات، لانك بتاخد مجموعة من السجلات من جدول وبتحط عليها مجموعة اخرى من السجلات. انت هنا لا تجمع بين جدولين لتحصل على اكثر من ناتج، ولكنك تحصل على ناتج واحد من جدول اساسي بالاشتراك مع جدول اخر، لانك تريد الحصول على معلومة اخرى من هذا الجدول. احنا هنركز في الجزئية دي بقى على ان احنا نفهم اصلا ايه هي الفايدة من الحكاية دي. الفايدة طبعا اللي احنا هنشوفها دلوقتي هي انه احنا ما نعملش redundancy، ما نعملش عملية double working، يعني ما نجهدش نفسنا في ان احنا نشتغل مرتين. طب ازاي الكلام ده؟ تعالوا نشوف مع بعض.
انا هغذي الجدول الاولاني بتاع الستودنتس والجدول الثاني بتاع الكورسز، فهبدا بالكورسز فهقول insert into courses set التايتل بتاعي بيساوي مثلا ويب ديزاين، ده كورس، وتايتل تاني اسمه ويب ديفلوبمنت، وتايتل تاني مثلا اسمه HTML5 مثلا تكنيكال بريفيو، و بريفيو مكتوبه غلط مش مشكله، وكورس مثلا رابع ونفترض اسمه CSS Free Beyond the Basics بالمنظر ده كده، وكورس خامس ونفترض اخير اسمه مثلا جافا سكريبت ان انترودكشن بالمنظر ده. يبقى انا لو عملت سيلكت اول فروم كورسز هبقى عارف ان انا عندي ويب ديزاين، ويب ديفلوبمنت، اتش تي ام ال 5، تكنيكال بريفيو. تعال نقضيتها مع بعض، ابديت كورسز سيت التايتل بيساوي اتش تي ام ال 5 تكنيكال بريفيو، وير انه الاي دي بيساوي 3 زي ما انتم عارفين. خلاص كده سيلكت اول تاني فروم كورسز هيدينا الايه النواتج. طيب دلوقتي بقى انا عايز ان انا اعمل عمليه تغذيه الجدول ستودنتس، هعمل مثلا insert into students set. set مثلا يا جماعه على سبيل المثال النيم بيساوي محمد يحيى اللي هو انا، والكورس مثلا بتاعي اي دي عباره عن نفترض مثلا 3 بهذه الشكل اهو اللي هو مثلا HTML5 technical preview. تعالوا بالمره كمان نربط بين الجدولين لان انا نسيت. تعالى نعمل alter table students ونيجي هنا نعمل add the constraints اسمه مثلا ونفترض course id ده foreign key طبعا اللي هو الcourse id بreference الcourses الid بتاعي بهذه الشكل. طبعا احنا كده رابطين فعليا ما بين الجدولين. هعمل كمان insert into students set النيم هنا هيبقى مثلا محمد احمد، والكورس اي دي هو مثلا ولنفترض 2. هعمل insert تاني بس المره دي هعمل مثلا ابراهيم احمد، وهعمل الكورس اي دي مثلا رقم 1 بهذه الشكل. طيب نفترض بقى ان انا جيت هنا وعدلت في الاستراكشر او السكيم بتاعت التيبل بتاعي بتاع الايه ستودنتس، انا عايز انه الحقل ده يقبل نل، كورس اي دي ده يقبل نل، فهعمل التر تيبل وهقول لك ليه حالا دلوقتي. عشان انا ممكن ادخل اسم اسم ستودنت عندي بس هو مش مشترك حاليا في ايه في كورس معين، ده اللي احنا اصلا عايزين نشوفه مع بعض عشان نفرق ما بين الايه الجوينز الموجوده. التر تيبل، التر تيبل الستودنتس، هنقول موديفاي الكورس اي دي هنخليها انتجر unsigned بس تقبل ايه تقبل null بالمنظر ده كده. هنعمل describe للستودنتس هنعرف انه احنا هنا students اهو، هنعرف ان احنا هنا عندنا الكورس اي دي هو فعلا مربوط فعليا بالاي دي البرايمري كي بتاع الكورسز، ولكن ممكن القيمه دي هنا تقبل نل عادي جدا. فانا هنا هعمل insert into students set النيم بيساوي ولنفترض علي محمد ولنفترض، والكورس اي دي بيساوي 4 بهذه الشكله، وهعمل insert into students set name يساوي مثلا محمد علي بهذه الشكل بس كده. طبعا انا لما اجي اعمل select all from students انا عارف مليون في المية ان انا هنا عندي كل الستودنتس موجودين ما عدا الستودنت الاخراني اللي هو محمد علي اللي هو اصلا مش مشترك في اي كورس دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين. طيب انا دلوقتي بقى عايز اعمل ايه؟ انا هعمل جويننج. جويننج ازاي؟ انا محتاج ان انا ادمج ما بين الجدولين، يعني اجيب بيانات من الجدولين. وفي الغالب ده بيحصل ليه؟
افرض انت عايز تسلكت كل اللي موجودين عندك في جدول الستودنتس. حلو الكلام ده؟ حلو الكلام ده. طيب يعني انت دلوقتي لو جيت عملت كده هيرجع لك طبعا جدول زي ده بالظبط او ناتج زي ده بالظبط، فيه واحد محمد يحيى 3، 2 محمد احمد 2، 3 ابراهيم احمد 1، وهكذا. انت عايز بقى تستبدل 3 دي بالتايتل بتاع الكورس بتاعك اللي في جدول الكورسز، 2 دي بالتايتل بتاع الكورس اللي رقمه 2، وهكذا. اذا هنا انت تقوم بعمليه سيلكت من جدول اساسي وبتجوين معاه بيانات من جدول اخر، بس لازم يكون في عامل مشترك بين هذين الجدولين. هنا اعتقد انه العامل المشترك طبعا هو الايه، هو الكورس اي دي اللي هو الفورين كي اللي موجود عندي في الستودنتس، وهو نفسه الاي دي اللي موجود عندي في جدول الايه اللي في جدول الكورسز. اذا انا هنا بقى عندي الجوين عباره عن انه انا هسلكت بيانات من جدول معين وهقوم عامل جوين لبيانات او اعمده ايضا من جدول اخر بغرض الحصول على معلومات معينه. فبالتالي لو انا جيت عملت كده دلوقتي على سبيل المثال، ابسط ما يمكن تتخيله من انواع الجوينز هو الجوين الاساسي بتاعي اللي هو الانر جوين. الانر جوين يا جماعه هو عباره عن دمج ما بين البيانات من الجدولين بالفعل، ولكن اذا صادف ان هناك قيمه زي قيمه نل في احد الجدولين ليس لها اي مرادف في الجدول الاخر، فالريكورد ده كده بالنسبه لي دروبت، يعني هيقع على طول، انا مش هستخدمه نهائيا ولا هيجي لي في الريزلت سيت بتاعتي خالص، يعني الريزلت سيت اللي راجع لي انا مش هشوف فيها الريكورد ده بالمره. في الحاله دي احنا لما هنعمل السيلكت ستيتمنت بتاعتنا هنكتب سيلكت اول فروم ستودنتس انر جوين، يعني اعمل جوين ما بين الجدولين بس من النوع inner join، يعني لو صادف انه حصل انه في قيمة null ما بين الجدولين فالقيمة دي لو ما فيش مرادف ليها في الجدول الاخر هتبقى dropped. inner join الجدول اللي اسمه courses. حلو قوي كده. انت بقى بتقول انه لازم يكون في عامل مشترك ما بين الجدولين. هنا بقى سيتم استخدام مصطلح وهو كلمة on، يعني في حالة on انه ال students دوت الكورس اي دي بيساوي الكورسز اوف الاي دي، يعني لازم انه جدول الستودنتس العمود اللي اسمه كورس اي دي يطابق في الناحيه الاخرى في جدول الكورسز العمود اللي اسمه اي دي. في الحاله دي انا لو عملت كده شوف بقى فعلا اللي هيرجع لي زي ما حضراتكم شايفين ايه بقى اللي هيرجع لي هنا، الاي دي، النيم، الكورس اي دي، الاي دي من الناحيه الثانيه، والتايتل كمان. طب انا عايز ابقى سبيسيفيك شويه، فقط كل اللي انا محتاجه اول زي ما حضراتكم شايفين من جدول الستودنتس، بس عايز من الجدول الثاني فقط التايتل، ولا بقى عايز الاي دي بتاعه ولا التايتل كمان كقيمه. طب اعمل ايه في الحكايه دي بقى؟ فهنا بقى هقوم قايل انا عايز الستودنتس دوت اول، يعني كل ما هو موجود بالستودنتس، وكمان بعد اذنك هات لي الكورسز دوت التايتل بتاعي. يبقى احنا كده عملنا ريفرنس او الايزنج لجدول الايه، جدول الستودنتس، قلنا له دوت اول يعني كل الاعمده بداخلك انا محتاجها، وعايز من الكورسز الايه، عايز التايتل. في الحاله دي انا لو جيت عملت كده ايه اللي هيحصل معايا بقى؟ اللي هيحصل معايا ان انا عندي الاي دي، عندي النيم، عندي الكورس اي دي، وعندي الايه، وعندي التايتل زي ما حضراتكم شايفين. طب نفترض بقى انه انا كمان مش عايز الكورس اي دي ده خالص، اذا انا في الحاله دي ممكن اقول ايه بقى؟ سيلكت بعد اذنك ستودنتس دوت اول بهذه الشاكله اهو، عايز الكورسز دوت تايتل، بس انا في الحاله دي بقى هقوم قايل لا والله انا عايز الاي دي ماشي، وستودنتس دوت النيم. يبقى كده انا لما اعمل نفذ هنا اللي هيجي لي بقى ايه؟ الاي دي، النيم، والتايتل بتاع الكورس. وبكده انا استغنيت عن باقي الاعمده اللي كانت راجعه لي في الاول خالص. اذا الانر جوين هنا وضح لي انه انا ممكن استخدمه استخدام جميل جدا في انه انا
اقوم بالحصول على خدمات جدول اخر، بيانات من جدول اخر هتفيدني في جدول اساسي. طبعا انت هنا هتيجي تقول لي فين الدبل ورك يا محمد اللي انت كنت بتتكلم عنه. هقوم انا قايل لك باختصار، مع ان احنا لسه ما وصلناش النقطه دي، بس هي نقطه بسيطه جدا وواضحه جدا. لو كنت انت اساسا حابب انك تجيب كل الستودنتس الموجودين في قاعده البيانات، كنت هتروح تكتب الكويري بتاعك علشان تجيب كل البيانات اللي موجوده في جدول الستودنتس، وكنت هتعمل لوب على كل سجل او كل رو من دول، وتروح تجيب الكورس التايتل بتاعه مقابل الكورس اي دي اللي موجود في الرو ده. يعني انا على سبيل المثال لو كنت رجعت كل الستودنتس بتوعي اللي كانوا موجودين في الجدول زي المنظر ده بالظبط كده، كنت انا هاخد كل واحد فيهم على حده بلوب معين على سبيل المثال، واخد الثلاثه دي واروح اعمل بيها استعلام، اقول له بعد اذنك هات لي التايتل بتاع الكورس اللي رقمه 3، هات لي التايتل بتاع الكورس اللي رقمه 2. انت كده عملت كام عمليه بقى؟ سيلكت ستيتمنت اولانيه رجعت لك كل الستودنتس، وخمسه سيلكت ستيتمنتس بعتهم علشان انت تجيب كل البيانات او التايتلز الخاصه بالكورسز دي كل واحد فيهم على حده. يبقى انت عملت 6 كويريز، 6 استعلامات لقاعدة البيانات. أضف إلى ذلك أنه يمكن أن تكون هناك أيضا مجموعة كبيرة من البيانات في البداية قد تم استخلاصها من جدول الستودنتس، وبالتالي في هذه الحالة هيحصل إيه؟ هيحصل ليك في البرفورمنس، لأنه البرفورمنس بتاعي أو الأداء بتاعي هيقل، لأنه أنا كده بدل ما أعمل عملية واحدة كان ممكن يكون في 1000 ستودنت، يبقى هعمل 1001. بدل ما أعمل عملية واحدة كان ممكن يكونوا مليون ستودنت، فعملت مليون وواحد، وهكذا. إنما أنا هنا قدرت بسهولة ان انا احصل على البيانات بتاعتي ان انا عايزها كلها مرة واحدة بس في one SQL statement. ودي الحاجة اللي احنا حابين ان احنا نعرفها، وحابين ان احنا نركز على استخداماتها. فهنا الانر جوين بتاعي يا جماعة زي ما قلت لحضراتكم، لو بصيتوا معايا هتلاقوا انه انا هنا حصلت على ايه؟ حصلت على البيانات بالفعل، لكن علشان صادف انه في جدول اللي هو الجدول بتاعي الاساسي اللي هو الستودنتس والكورسز، واحد فيهم كان فيه قيمه نل اللي هو الستودنتس، فبالتالي انا ما قدرتش احصل على قيمه فعلا من الجدول الاخر اللي هو كورس ايه؟ كورس الكورسز، لانه كورسز اصلا ما فيش اي دي فعلا بقيمه نل. طب احنا بقى في الحاله دي لو عملنا على سبيل المثال بدل انر جوين عملنا ليفت جوين، ايه اللي هيحصل هنا بقى؟ في الليفت جوين يا جماعه احنا بنمينتين او بنبقي على كافه البيانات التي نحصل عليها من الجدول اللي كان في الليفت. يعني احصل على كل البيانات من الجدول اللي كان في الليفت. هنا الجدول اللي كان في الليفت انت هتميزه ازاي؟ دايما الجدول اللي انت بتقول فروم، دايما هنا الجدول اللي انت بتقول فيه ايه؟ فروم. وبالتالي هنا انت بتقول ايه؟ فروم بالنسبه لي ستودنتس، يبقى ستودنتس انت بدات بيه، يبقى هو الجدول اللي ايه؟ فروم ليفت. بعد اذنك بقى هات لي كل البيانات اللي موجوده حتى ولم يصادف ان هناك على سبيل المثال تايتل في الناحيه الاخرى. يعني الشرط بتاعي اللي هو انه الكورس اي دي بيساوي كورس اي دي، ده هنا في الحاله دي مش مشكله. هات لي كل ما يطابق هذا الشرط، وان حتى لم يطابق برضه رجعه. لو في هذه الحاله فاحنا جبنا كل الستودنتس بتوعنا زي ما حضراتكم شايفين، وقدرنا نعرف بهذه الشاكله انه الكورس، انا اسف، او الستودنتس اللي حضراتكم شايفينها كلها على بعضيها كده رجعت لي زي، رجعت لي ازاي؟ رجعت لي فعلا انا اسف يعني كامله على بعضيها، ولكن قيمه نل هنا رجعت في التايتل لانه فعلا الشرط لم يتحقق، وهنا لا يفرق معي على الاطلاق، لانه انا في الاول وفي الاخر حابب ان انا اجيب كل البيانات بتاعتي من جدول الكورس، انا اسف الستودنتس، ولكن حتى ولم يصادف ان يكون هناك اي توافق ما بين الكورس اي دي في الجدول الاولاني والاي دي البرايمري كي في الجدول الثاني. هنا احنا شفنا مع بعض انه نل اللي كانت موجوده في الليفت تيبل اللي هو ستودنتس رجعت زي ما هي في ريكورد كامل ولم تتاثر اطلاقا. طب انا في الحاله دي لو جيت بقى قلت ان انا عايز اعمل رايت جوين بدل ما اعمل ليفت جوين، طب ايه اللي يحصل معايا في الحاله دي لو انا عملت كده؟ اللي يحصل معايا بقى ان هو هيرجع لي ايه؟ هيرجع لي هنا زي ما حضراتكم شايفين كل اللي موجود في الجدول من الناحيه اليمنى، لانه ستودنتس هنا في الناحيه اليسرى، هات لي بقى كل اللي جاي من الجدول في الناحيه اليمنى. ولكن انت هنا هتلاحظ معايا انه انا رجعت بالتايتلز كامله بتاعه الكورسز، ويب ديزاين، ويب ديفلوبمنت، اتش تي ام ال 5 تكنيكال بريفيو، سي اس اس 3، بيوند ذا بيزكس، جافا سكريبت، ولكن من الناحيه الاخرى قد حصلت على
فقط الطلاب المشتركين معي في هذه الكورسات. إذن الجدول الأولاني، الجوين الأولاني، الليفت الأولانية، جدول ستودنتس كان يسارا، حصلت على كل ما بداخله حتى ولم يتطابق إنه الشرط بتاعي إنه الكورس آي دي يكون موجود فعلا في خانة الآي دي بتاعت الكورسز. هنا في الناحية التانية بقى أنا جبت كل اللي موجود على اليمين وما همنيش ايه اللي موجود على الشمال، لان جبت كل التايتلز بتاعتي ولكن شفت قصادها من الناحية التانية مين المشترك فيها. اذا الاولانية ممكن اكون انا استخدمتها علشان اعرف فقط مين هم الطلبة اللي عندي كلهم ايما كان الكورس اللي هو مشترك فيه او لم يكون مشترك في كورس على الاطلاق. التانية انا قدرت احصل على كافة الكورسات بتاعتي ايما كان، حتى لو كان في طالب مشترك فيها او لم يكن طالب مشترك فيها. والاولانية خالص طبعا اللي هي قبليهم الانر جوين، انا كده اكني بقول سيناريو بتاعي، عايز اجيب كل الداتا يا جماعة الطلبة اللي موجودة بالفعل واللي هي فعلا مشتركة في كورسات او كورسات موجودة بالفعل وفي طلبة مشتركين فيها. وبهذه الكيفية احنا فعلا نقدر ان احنا نحصل على البيانات. طبعا خد بالك احنا كان ممكن ان احنا نعمل ايه، كان ممكن نقول select، بصوا كده معايا، قول او نقول مثلا courses dot title بهذه الشكل، وهناخد معاها مثلا students dot id و students dot مثلا name from الجدول بتاعي اللي هو courses بهذه الشكلة. وبعدين هقوم قايل له بقى بص ليفت جوين، المره دي بقى ايه جدول كورسز هو على الشمال، ليفت جوين حلو كده الستودنتس، اون انه يكون الستودنتس دوت الكورس اي دي بيساوي الكورسز دوت الاي دي. وفي هذه الحاله لما نيجي نرجع مع بعض كده ستودنتس اهي بهذه الشكله، شوفوا كده معايا نفس الكلام بالظبط بس ملخبط، بدل ما هو من اليمين الشمال من الشمال اليمين، شوف نفس الجدول بتاع الرايت جوين. انا بقى خليت المره دي الليفت تيبل بتاعي هو ايه، هو جدول الكورسز، فبالتالي اول خانه رجعت لي هنا هي التايتل بتاعي لان انا بدات فروم ليفت اهو، وحطيت كل الكورسز بتاعتي من ناحيه تانية، جبت الاي دي وجبت النيم، وعشان لم يحدث مصادفه انه جافا سكريبت حد واخدها في هذه الحاله زي ما حضراتكم شايفين، فانا راجع لي خانه الاي دي فاضيه وراجعني خانه النيم ايه، خانه النيم فاضيه. طب كده احنا شفنا فعلا استخدامات حقيقيه ومهمه جدا للجوينز، ده بيثبت لك فعلا ان الجوينز مهمه جدا، لانه انت في كثير من الاحيان هتعمل تيبلز كتير قوي مرتبطه ببعضها عن طريق برايمري كيز وفورين كيز. وفي هذه الحالة انت لو عايز تجيب نواتج معينة من جدول معين لن تقوم بعملية مخاطبة قاعدة البيانات مرة اخرى للحصول على هذه البيانات، اي انما السيناريو كما هو الحال مثلا في محرك تسويقي او مثلا موقع للتسوق تحصل فيه على سبيل المثال، او تضع فيه جدول من المجموعات على سبيل المثال، مجموعات ممكن يكون تحتيها منتجات، المجموعة فيها مثلا 40-50 منتج، والمنتجات نفسها بيتم شرائها زي ما حضراتكم عارفين من قبل مستخدمين، اربع جداول ممكن يكونوا مربوطين ببعضهم عمليات اوردرز معينه. فجيت قلت لي والله انا عايزك تجيب لي كل المشتريات لكل المنتجات اللي في الفتره ما بين الساعه 4 للساعه 6 النهارده على سبيل المثال في اليوم الفلاني اللي هو النهارده على سبيل المثال ونفترض. فرحت خاطبت قاعده البيانات، رحت الجدول الترانزاكشنز او العمليات، الجدول عندك فيه اي دي للريكورد كامل، عندك اليوزر اي دي اللي هو المستخدم اللي اشترى المنتج ده، عندك البرودكت اي دي اللي هو اي دي المنتج اللي تم شراؤه، وعندك التايم ستامب اللي بيوضح الوقت اللي تمت فيه عمليه الشراء والقيمه وممكن الكوانتيتي كمان. في الحاله دي انت لما ترجع الناتج كده انت اعتقد هتضطر ان انت لو ما كنتش فاهم جوينز تاخد كل رو على حده وتبعت اتنين اس كيو ال لقاعده البيانات، واحد منهم يجيب اسم المستخدم والتاني يجيب البرودكت نيم او اسم المنتج، لكن انا بجمله جوين واحده اقدر ان انا احصل على هذه البيانات، لان انا ممكن اعمل ليفت جوين واقدر كمان اكتب كمان جمله ليفت جوين عادي جدا، يعني انت ممكن تكتب ليفت جوين كذا 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 وبعدين خد مسافه واكتب كمان ليفت جوين، يعني انت بتعمل جوين مرتين او رايت جوين مرتين او بتعمل انر جوين مرتين. طبعا انت بتراعي في هذه الحاله انه يكون عندك يعني معرفه او علم بانه هذه البيانات التي تعتمد عليها والتي تربط الجدولين ببعضها البعض لو كانت مفاتيح اوليه وثانويه
ان الانر جوين الليفت جوين الرايت جوين يفرق جدا انه ما يكونش فيه على سبيل المثال تطابق ما بين ريكورد والتاني في احدى الجدولين او الثلاث جداول او اربع جداول زي ما انت عايز، عشان كده تبقى انت فاهم هتستخدم الجوينز ازاي وايه الناتج اللي هيرجع لك فعلا من هذه الجداول على حسب استخدامك للجملة. اشكركم جدا، واتمنى ان شاء الله انه الناس تكون فهمت الجوينز المطبقة في MySQL، وهيكون في كمان بعد اذن يعني باذن الرحمن محاضرة قريبا بعد ما نخلص الليفل بتاع MySQL ده عن الجوينز عامة ك نوع من انواع فهم فقط الجوينز المتبقية اللي موجودة في اكتر من سوفتوير عشان نفهمهم برضو اذا صادف انه في واحد اساسا شغال على SQL Server او PostgreSQL Server او ايا من كان من سوفتويرز خاصة بقواعد ادارة قواعد البيانات، وبالتالي تبقى العملية سهلة بعد كده. شكرا لكم، ونلتقي ان شاء الله في المحاضرة القادمة. اشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.